تعد مشاهد الطوابير أمام الصرافات الآلية يلي عم نشهدها مع بداية كل شهر أو بنص الشهر أو بآخر الشهر، انتظار جديد بيضاف لقائمة العذابات التانية، حتى بات الحديث عن أي مؤسسة أو موضوع الحصول على الراتب وعدد الصرافات يلي جال عليها البعض وأي منطقة راح ليحظى براتبه. أكيد ليا، وحتى تحولت لحظة القبض على الراتب إلى لحظة احتفالية ومن باب الحظ السعيد. شو أسباب تعطل الصرافات وخروج أعداد كبيرة منها عن الخدمة ودائما اللجوء والتوجه نحو الصرافات الكائنة في مركز المدينة إن وجد فيها؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع أكيد معنا عبر الهاتف الأستاذ حازم نوري، وهو المسؤول عن تغذية الصرافات ومعاون مدير الدفع الإلكتروني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير. يعني نحن مبلشين بحالة هجومية لأنه نحن يمكن أول العالم عم نعاني من قلة الصرافات أو من تعطيل الصرافات بالبلد. خلينا أول شيء نحكي شو هي الأسباب، شو هي يمكن أبرز المشاكل يلي صادف الصرافات لحتى عم يصير فيها الطوابير الكتيرة هي إذا وجد صراف بالبلد؟ هلا انا ما بفكر بالفتره الاخيره صار في ضغط كثير على الصرافات، وفي كثير منا طلع خارج الخدمه. في اسباب مثلا احنا كنا عقود صيانتنا كانت مباشره مع الشركه اللي وردت الصرافات. هلا الطريقه الجديده المفروض نحن نوقع عقود صيانه جديده، عرفتي، ندرسها. تمام. هي تجي بتقوم بصيانه الصرافات. هذا الموضوع اخذ وقت بين دراسه العقود ودراسه، اثر شوي على موضوع الصرافات الموجوده عندنا. هلا نحن هذا الموضوع انتهينا منه، وعقود الصيانه توقعت وباشروا الشركات باجراء صيانه للصرافات. هلا بلشنا بالمركز وبدنا نكمل بقيه الصرافات. طبعا نحن صرافات ما بنخفيكي، اللي بنعمل له صيانه رح نعمل له صيانه، يعني ما حنعمل له صيانه حقيقي، نسقه ونحط بداله صراف جديد. نعم. يعني استاذ حازم، في سؤال دائما بالشارع السوري انه ليش ما بيكون في تداخل بين البنوك؟ يعني ليش حامل البطاقه العقاريه ما في يروح يسحب من الصراف التجاري؟ هلا نحن بيناتنا، هلا نحن في ربط بيننا وبين الزراعي والتسليف والصناعي والتجاري. التجاري هلا في عنده اسبابه، هو بده يبدل بانظمته، عرفتي كيف؟ هذا الموضوع لبين ما يخلص من تحديث الانظمه تبعه نحن حيكون في ربط بيننا وبينه. نعم. اما بقيه البنوك مثلا مثل الصناعي والتسليف والزراعي نحن رابطين معه. نعم. 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 استاذ، يعني دائما المواطن السوري عم يعاني، يمكن عم يحط اجار تكاسي راتبه لبين ما يدور ويلاقي صراف وين شغال. استاذي بس بعد اذنك، في هناك دراسه حقيقيه لتوزيع الصرافات الجديده بعقود جديده، وايمتى هي العقود رح تتنفذ على ارض الواقع؟ عقود تنفذت والصرافات وصلت. طب وين في صراف شغال هلا بعد اذنك؟ هلا قيد التركيب نحن. تماما. نحن صرافاتنا الجديده هلا صارت عنا بمقرنا. هلا اذا تيجي على المركز هلا تم تجربه، ركبنا 16 صراف. المده الزمنيه، طيب المده الزمنيه لتفعيل هي الصرافات قديش المتوقع؟ يعني ناس حتنطر اسبوعين، ثلاثه، شهر، هلا شهرين؟ هلا بالنسبه لمدينه دمشق، عرفتي كيف؟ حاليا بالمراكز خلال اسبوع. خلال طبعا. اسبوع مشان اخواننا المتقاعدين يحسنوا يسحبوا منه، وبعدين نبلش نكمل وبده ينتشروا بدمشق وبالمحافظة. تمام. نعم. هلا نحن كمان في طريقه ثانيه مشان الضغط، انه اي واحد حامل بطاقه بيحسن يفوت على فروعاتنا يحسن يسحب راتبه، يعني مو ضروري يستنى الصراف، يعني ممكن يفوت باي ضمن دوام الرسمي يفوت يسحب راتبه مباشره من الفرع. يعني لقى مثلا صرافات واقفه ممكن يفوت على فروعاتنا يسحب راتبه. طيب اذا بدنا نحكي نحن عن محافظه دمشق، يعني احنا كمواطنين عم نحس اكثر من 80% من الصرافات واقفه. تماما تماما. اليوم وين في مراكز، يعني المواطن وين في يلجا؟ يعني عنده يروح مشوار واحد، خلينا نقول يروح على هذا الصراف وحيلاقي مصاري اكيد، ويمكن شوي اكيد هلا قصه النطره كان ما كثير ينطر، يعني كمان هي الموضوع. تمام. كيف بدنا نرشد المواطنين على هالقصه؟ تمام. هلا نحن مراكزنا بمقر الاداره العامه بوابه الصالحيه، وفي بالبرانكه وفي بالمزي،
وحاليا بكون في مركز مشروع دمار، وفي دراسه لاكثر من مراكز. نعم. والصرافات الجديده رح تنتشر، في منها رح يركب بمؤسسات حكوميه، وفي منها رح يركب بالغرف المنتشره عندنا بالمدينه. نعم استاذ حازم، يعني خلينا نحكي بالارياف كمان فقيره بالصرافات وخاصه الصراف العقاري، هل في دراسه لموضوع صرافات جدد بالارياف ان كان ارياف دمشق ولا ارياف باقي المحافظات؟ تمام، يعني هلا نحن بدنا ننتشر بالمحافظات. نعم. موضوع الريف يعني خطه ثانيه جديده، يعني خطه قد ايه بدها وقت لتتنفذ مثلا او يعني تندرس؟ يعني شي سنه، يعني ما سنة؟ ما فيك بدها شي سنه. تمام. طب استاذ، بدي اعمل الخطه اني استبدل كل شيء قديم، بدي استبدله ما هو اصلا ما في صرافات بالارياف، ما في وجود لها. على بالي في كان اسباب، يعني صح انا عرفتي على قلبي كان في اسباب. نعم. يعني بتعرفي كانت البلد في ازمه وحرب وهي، كان في اسباب منع نقل الاموال وكذا والقصص هي. نعم. هلا نحن عم نحاول ندرس الموضوع، يعني نحن بنتمنى القريبه من مدينه دمشق مثل جرمانه مثلا، مثل ضاحيه تسيا، مثل هالمناطق، مثل ضاحيه حرستها، هلا بالخطه هدول هلا رح يكفيهم. نعم اكيد، وهذا الموضوع جدا بهمنا وخاصه نحن الاعلام السوري، ورح نتابع الموضوع معك حصرا استاذ، وناطرينك بالاستوديو يعني عنا. ولكن في فرق يعني بتلاقي في فرق بالتعامل مع الصرافات. تمام استاذي، قبل ما اختم بس خلينا نشرح للمواطن كيف بتتم آلية تفعيل الصرافات. يعني ناس بتقول الانترنت عطلان، ناس بتقول لا بده صيانه، ناس بتقول ما في مصاري، هو منزوع، ناس بتقول ما في مصاري، او معقوله صرافات المحافظه الساعه 2 بتسكر؟ هلا لاقول لك شغله، نحن المراكز عم تضل موجوده حتى بالعطله، يعني حتى بالعطلة عم تضل فاتحة. أما موضوع ساعة 2، هلا هو الصراف في له استيعاب معين، تأمين معين بالنسبة للأموال الموجودة فيه. فهلا يمكن هو عم يكون عم يعمل عمليات سحب، عم يكون فضي. هلا نحن رح في إنه رح نرفع سقف السحب لكل المتعاملين مع العقاري من 40,000 ل 60,000. يعني هلا أول سنة كل شيء اللي كان يسحب بالسحب اليومي 40,000 هلا رح يصير 60,000. هلا يعني هي خطوه منيحه ايجابيه نوعا ما، رفع السقف، ولكن بدنا يكون دائما فيهم مصاري، يعني ما بصير انه واحد سحب زياده اللي ما عاد يلاقي. تمام. ولا فبدا يكون في تغذيه يمكن مستمره. استيعابها بالنسبه للنقد اكبر من الصرافات القديمه، رح يكون الصندوق بيسع اكثر، فتكون عدد السحوبات يعني عدد المتعاملين معه حيكونوا اكثر. نعم. يعني كله هذا مدروس، عرفتي؟ يعني نحن كله نتيجه خبرات صارت، نتيجه ضغط، نتيجه دراسه، كله كان يعني بقيد الحسبان. يعني نحن بنتمنى الزياده الجديده يلي صارت على المواطنين انه تتكلل بالصرافات ويسحبوها بهنا بلا ما يحطوها على التكاسي، وكمان نتمنى الصرافات ما يكون لها عطله مثل يوم الجمعه ويوم السبت، نتمنى كل ايام الاسبوع تكون شغاله. بدنا نتشك... كل ايام الاسبوع نحن الصرافات شغاله. لا جمعة وسبت مو شغالة، انت عم تحكي ناس معانيين من الصراف. نحن رح نتابع هذا الموضوع، نحن بنوعد المشاهدين انه موضوع الصرافات رح نتابعه، مواضيع تانية اكيد مع حضرتك، وناطرينك بالاستوديو لحتى نهني بعض بالصرافات الجديدة بتنفيذها على ارض الواقع. ايه ليش لا، حتى تماما صور يعني شوف صار اكيد نحن جاهزين، براسي انا رح اروح صور. اهلا. يعني استاذ حازم بدنا نشكرك كثير لليوم، واكيد يعني مثل ما وعدنا المشاهدين ان شاء الله خلال اسبوع بتكون قصه الصرافات محلوله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا.